ديما بقيت درت الفيديو وريتكم مشترياتي، فاليوم غادي نوريكم مشترياتي حيت وليت كنحاول نلبس لباس الفضفاض، فمتحمسه انني نوريه لكم وانكم تعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير. راني كنحاول نرجع اليوتيوب راكم غتكونوا لاحظتوا، فحتى نتوما رجعوا معايا وتفاعلوا معايا باش هكا الفيديوهات ديالي بقاو يطلعوا، ونتحمس انني نبقى نبارطاجي بزاف في الفيديو. اول حاجه رمضان على الابواب، ف خديت عبايات ديال الصلاه، هادي منهم قول لي كيفاش جات، هادي الاولى وهادي الثانيه لبسه ديال الصلاه حمقانه على باغي غير امتاش نقلبسها ونمشي نصلي في الجامع. كتجي في الفولار ديالها بحال هكا، شوفوا شفتوا الفولار كيفاش كيجي هاد النار، ما خديتش الفولار مزيان فيها ما نقلب على فنيته، لكن شوفوا كيفاش كيجي من الجنب، كيجي فيها هادي بحال الورده هكا كيجي هابط. حمقانه اليوم عاجبني حتى هاد اللون جا معايا ياكم. ما عرفتش واش كاين شي وحده بحالها، ولكن كنبغي الصلاه يكون عندها لباس ديالها اللي كتلبسي ملي كتبغي تصلي، ولا ملي كتبغي تمشي الجامع، ولا ملي كتكوني كتصلي غير في الدار تلبسي اللباس ديال الصلاه، ماشي اي حاجه تجي ديريها فوق منك وصافي. ف هذاك الشيء علاش غتكونوا كتلاحظوا مره كيكون عندي بحال هذاك الخضر ديال الصلاه اللي دائما كنت كنلبسو كيعجبني كيجي هكا فضفاضين. ف هادو هما اللي كاينين، هاد الجوج واحد في الباج ديجا لبستو دابا حاطاه كيتصبب. ف يلا ندوز اللباس الشرعي اللي خديت. نوري لكم خديت بزاف الموديلات، عارفه راسي نبان لكم في هذا الفيديو بحال شي حلقه متحمسه بزاف غير كنغوت، ولكن راسي غير متحمسه ما عرفتش علاش عجبني داك اللباس، كيعجبني ملي كنلبسو كيعجبني ما عرفت. المهم صافي تبارك الله ما شاء الله، قولوا تبارك الله ما شاء الله حيت راه انا نقدر نعيد راسي كثرت التحمس اللي فيا. شوفوا لي اول حاجه نوريكم، شوفوا لي هذه كسوه من تحت مي فضفاضه من هنايا كتجي فضفاضه، وهذا الحجاب اللي كيجي هكا ما طويلش بزاف وما قصيرش، المهم كيجي مدرق من القدام مدرق من اللور، واللي كيبغيو يعرفوا يعني ما عارفينش هذا اللباس ديال الخمار كيفاش كيكون باش نوريك، كيكون كيتعقد هنايا من اللور كاين فيه هادو تنوريهم لكم. هاد الحجاب كيجي داير بحال هكا، كاين فيه هادو وكل وحده كيفاش كتبغي تعقدها، كاين اللي كتعقدها بحال اللي كنت عقدها من التحت وكتجي من التحت، وكاين كتبغي تعقدها هكا من الفوق كتعقدها وكيجي داير بحال هكا. حتى هادي كتجي زوينه لكن كتجي مع اللي كيكون الوجه ديالهم ضاير، الوجه ديالهم ضاير كتجيهم هادي حسن حيت انا الوجه ديالي طويل. شوفوا راه عندي الحق علاش نتحمس، راه عندي الحق حيت كيعجبني راسي ملي كنلبس هادو بحال هكا. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله، هذا النوع واحد اخر كيجي بحال هكا، هذا هاد الكسوه بحالها بحال البيضه نفس الشكل نفس الموديل نفس كلشي، لكن الفولاد لي موديل واحد اخر كيجي فيه هكا جوج طبقات جوج طبقات دايرين كاملين. عرفتوا هذا كنت حمقانه عليه، عرفتوا باش كنت في العمره كانوا الاندونيسيات كيكونوا لابسين بحال هذا الموديل وبحال واحد الموديل واحد اخر حتى هو خديته غادي نوريه لكم، فكنت كنقول تبارك الله ما شاء الله جا معاهم غزال، كنقول ما عرفتش غادي نلقى بحالهم ولا لا. فشوفوا لي كيفاش كيجي فن هذا الحجاب كيجي فن، ما غاديش نهضر بزاف ما غاديش نهضر، هي كتهضر على راسها. هادو بنفس اللون بجوجهم كتجي بحالها بحال الاخرين، كيجي دايرين بحال هكا هنايا من الليل باش ما كتبقاش ترجع لك هادي. انا هاد اللون كياتيغيني كيجيني بحال اللي كيولي كيبين لواحد نقي كيجي مع اي واحد. هذا كنت واحد المره غادي نخرج به ولبس فوق منه مونطو جا معاه زوين، خلي لكم هنايا تشوفوا. هذا هو الموديل الاخر اللي قلت لكم شفتو عند الاندونيسيات في العمره، شوف كيجي على هذا الشكل، هذا حجاب هذا بحال الدره اللي كتكون هكا على شكل مربع من الفوق، وهذا بوحديته هذا بوحديته هذا بوحديته ملاصقين غير من هنايا من اللور من اللور ملي ملاصقينهم باش كيجي بحال راه هذا فولار وهذا هكا. هذا انا شنو باغي ناخذ ليهم، باغي ناخذ نشوف شي عبايه اللي غادي تكون في نفس اللون ديال هادو، تخيلوا ملي غادي تكون في نفس اللون ديال هادو غادي يبان هذا غيبان هذا، وعاد غتبان العبايه لتحت ما غادي تبان بحال العبايه فيها طبقات،
ولكن ما لقيتش بحال هاد اللون يكون نفسه نفس العبايه، ولكن غادي نلقاهم ان شاء الله. اللي غادي يسولني منين خديت هاد الشيء للموديل كامل اللي غادي نوريه لكم في هاد الفيديو، صراحه ماشي من بلاصه وحده، من بلاصه معينه، كل من مره من عند واحد ولا من عند وحده. وكاينين حتى دي باج في انستغرام، المهم اللي متبعيني في انستغرام وكيشوفوا لي ستوري ديالي، راه ملي كناخذ شي حاجه من عند شي باج ولا من عند شي بوتيك راه كنصور لكم. هادي بعيده على كاع الموديل اللي وريتكم قبل، هذه كتجي صايه، وهذه الفوقاني ديالها في الكمام. كاينين هاد الخيوط هكا طوال بلا تنحلهم وتشوفوهم، شوفو طوالين بزاف، ف ما عرفتش شنو غندير ليهم، واش نديهم عند الخياطه تنقص ليا فيهم ولا شنو بالضبط، حيت كيجيو هانتوما واخا كنعقدهم كيجيو طوالين بزاف. ملي ترخشيهم تبانو شويه، التوب ديالها زوين ونازل. هذا الفولار درت معاه فولار عادي، مازال ما عرفتش انا فولار غندير معاه. يلا نشوف حاجه. شوفوا ما تهضروش معايا، انا في الملعب ديالي دابا حيت كيحمقني الكحل، وكما عرفت كيجيني الكحل كيجي معايا، فداكشي اللي دائما تشوفوني كنبقى ندير الفولار في النواخ. فهادي تقريبا نفس هذاك الموديل اللي لبست قبيلات اللي كان في البيج، هادي في النواخ حتى هي كتجي هكا، فيها جوج طبقات، لكن العبايه هذه مختلفه على هذيك. هذه كتجي بحال هكا، كتجي كتبان ما كتبان محترمه بزاف. عارفه خصوصا مورا هذا الفيديو، واخا انا ديجا قلتها في انستغرام وقلتها في تيك توك، غادي نقولها لكم حتى هنايا. هاجر واش تحجبتي؟ واش غادي ديري الحجاب الشرعي وغتبقي تلبسيه دائما؟ انا ما نكذبش عليكم، ملي جيت من العمره وانا كنفكر انني ما بغيتش هذيك هاجر اللي مشات العمره هي نفسها اللي غادي تعاود ترجع. لا الحمد لله ربي يسر ليا في شي حاجه اللي ما كنتش كنتوقع غادي نديرها في هذا العمر. هذاك الشيء اللي قلت غادي نحاول نبدل فيا بزاف د الحوايج، ومن بين هاد الحوايج هو انني انا اصلا صراحه كنت كنلبس حوايج زعما لباس محترم، اللي كنتو كتشوفوني دائما كنلبس حوايج طوالين، ماشي هذاك اللي كيلبسوا هنايا والفولار الفوق، لا دائما كنلبس هكا شي حاجه طويله مع سروال جين وهكا، ما كنلبسش مزير بزاف. ولكن قلت نحاول نبقى نلبس لباس فضفاض اكثر، فهمتوا؟ فمثلا نحاول نبقى نلبس بحال هاد الكساوي، هذاك الشيء علاش حاولت نشري بزاف اللباس الشرعي باش انني يعني يكون عندي، يعني ملي غنبغي نلبس غادي نلقى ما نلبس، ماشي غنبقى نفكر ما عنديش حوايج ما نلبس وغادي نصدق لابسه هذاك الشيء اللي زعما اللي ما بغيتش نلبسه. ملي غنبقى نلبس سراول ما نبقاش نقلبس هكا سراول يكونوا واسعين، ولا كنت غنلبس فوق منهم شي حاجه فتايا غنلبسها واسعه وطويله باش يكون اللباس كامل فضفاض يحاول اكثر. والفولار هو اللي وليت كنحاول انا نخليه نازل عليا، واخا ندير غير فولار عادي كنحاول انا نخليه نازل عليا بحال هذا، يكون نازل من اللور ومن القدام هكا، كيعطيك زعما كيعطيك تغطية اكثر، ولا ما كيخليش الجسم ديالك يكون باين. وصراحه ما نكذبش عليكم، عرفتوا واحد الراحه وواحد الشعور كنحس به ملي كنلبس هذا وكنخرج به، كنحس واحد الشعور غير. لكن كنت كنسحب ديال ملي غنكون لابسه بحال هذا الشيء ما غيدير فيا حتى واحد في الزنقه، لكن العكس صحيح، حيت وليت كنحس بلي بنادم كيبقى يشوف فيك، يعني كيحس بك مختلفه، كيبقى يقول لك ما كرهناش اللي تفيقنا الفجر، راكم عارفين الله يهديهم والله يهدينا اجمعين. فصافي هذا الشيء اللي كاين، وقلت نتقاسم معكم، قدر بزاف البنات حتى هما يعجبهم هذا الشيء، حتى هما يحاولوا يوليو يلبسوا بحالي، وليا وليكم الاجر اجمعين. يا رب يا رب يا رب تهدينا الى الصراط المستقيم، والله يهدينا اجمعين. كيف ما ربي هداني انني درت الحجاب في الاول، ربي هداني دابا انني نقدر نلبس حاجه طويله، ربي يهديني عاوتاني على شي حاجه اخرى، وراه ربي هو اللي في يدو كل شيء، كنطلبوا الهدايه شويه بشويه، نحيدوا علينا بزاف الحوايج خايبين وصافي. هادشي اللي كاين، يلا شوفوا نفس واحده اخرى حيت فيها الهضره بزاف. هو اول زعما لباس شرعي غادي نلبسه، هو هذا اول واحد غادي نلبسه. تقريبا انتم غادي تشوفوا باللي الكساوي بحال غير مختلفين في الالوان والاشكال، من هنايا كاين اللي مقبوط بحال هكا، كاين اللي واصلين حتى لهنايا، كيجي فيهم هذا هنا الفوق، وكاين اللي كيجي فيهم هنايا لتحت. هذا درت به هذا الفيديو، كان عجبكم بزاف، شفت لي كومونتير زوينين في تيك توك، راه ما يمكنش ولي ريبوند على لي ستوري حيت كنت حطيتو في ستوري في انستغرام، ما يمكنش. فرحت بزاف، خديت حتى هذه، شوفوا ليا هذه كسوه ديال الجين، ولكن الفولار هو اللي فيه، شوفوا الفولار اللي درت معاه هو اللي كيجي نازل، كتلعبوا به كيف ما بغيتوا، كدوروا كتخليوه هكا هابط من اللور، يقدر يجي هابط من القدام، كل واحد يشوف زعما كل واحدة تشوف الطريقه اللي هي كتعجبها واللي كتبغي تديرها. كل اللي كيجاكم عرفتوا هذه ديال الجين،
هاد الكسوه اللون ديالها بحال ديال الجيب، كتلبسوها مع اي سبردينه كتجي، كديري بحال لون السبردينه لون الشال كتجي مع اي حاجه. هادي عاود شكل واحد اخر ومودير واحد اخر، عاطي فيها لي ديطاي هنايا في الكتاف كيجيو فنين. وهذا عرفتي دوك الفولارات اللي كيكونوا هكا على شكل مربع ولكن كبار، فكيجي زوين ولكن خاصك ساعة باش يلاه كتقادي يلاه كتقاد لك الشدة، حيت هكا كيكون الثوب كيزلق. دمش عليكم عييت بلاص لبس البوز بس مبقيتش قادرة نبلص هداك الشيء، علاش هادي غادي نوريها لكم غير بحال هكا، وغنخلي لكم فيديو هنا كيفاش جات ملبوسة. هي هادي بحال الكساوي الآخرين فيها هادو هنايا ديالها في البيض، كتخديتو في البيض كنلبس معاه سبديله في البيض كنهز معاه صاك في البيض كتجي زوينه. واخر حاجه غادي نوريها لكم اليوم هي عبايات، هذه اول عبايه وفولار ما قديتوش مزيان غير صوبته وصافي، كتجي هكا بالفولار ديالها، لكن العيب الواحد ديالها هو ان الفولار صغير بزاف ما كتصعب كان ما عرفتش ما ندير به، كيجي بالزربه كيتقاد. دير هكا في الكحل في هاد لي الكري هادي في الغوص. وهذه هي اخر عبايه ولا اخر حاجه غنوريكم هذا النهار، ليت ما مقاداش الفولار تاهو غير جيت ودرته، ممكن تجي بحال هكا سيمبل واسعه في غير هاد لي موتيف بحال هكا هنايا وهنايا صافي. هادشي اللي كاين هذا هو اخر حاجه غنوريها لكم في هذا الفيديو. واخر حاجه شريت لا لا البنات بلات خديت حتى فولار في هذا اللون، هذوك اللي هكا هابطين درجات خديت في الموف، وهذوك اللي قلت لكم حجابه الاندونيسيات خديت هاد في الغوز. حيت كاينين عندي الكساوي وكاين عندي حوايج زعما عادي اللي نقدر ندير معاهم هادو، فصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش خلي لايكات ديالكم لي كومونتير ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.